بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات الجمعة، يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. مرحبا بكم سماحة الشيخ. حياكم الله. تفضلوا أحبتي بطرح الأسئلة على سماحته اتصالا على هواتف البرنامج أو إرسالا للرسائل النصية على جوال البرنامج، وكل الأرقام تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ اللقاء بتلقي اتصال الأخت أم صالح من السعودية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا شيخ أقول الحمد لله على السلامة والدنا عبد الله. الحمد لله على السلامة العفيزة. نسعى الله يطول الأبطال، حفظكم العلماء، نسعى الله يدعي لكم ندعي العلماء ولا تنمو، نسعى الله يطول عمركم الأبطال. جزاك الله خير. عندي كم سؤال اسمح لي شيخ. تفضلي. السؤال الأول أقول شيخ بسأل على صفت الوضوء شيخ، يعني الوضوء شيخ يعني واحد يغسل على المغسلة يعني ولا يدخل دورة ما يتقومون يعني بالوضوء، بس يعني غسل على المغسلة ولا يدخل دورة ما الله يعني توضع على المغسلة ولا ما عليش تعيدين أم صالح، ما بواضح سؤالي. أقول شيخ أقول يعني بالتفصيل يعني شوزن على الوضوء بالتفصيل. تفصيل إيش؟ على الوضوء شيخ، صفت الوضوء. الوضوء صفة الوضوء؟ طيب. طيب صفة الوضوء. والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني صار شيخ من بعض النساء يعني حواجب شيخ يعني يغصن البلزلب، يغصن شيخ عن حواجبهم، يغصن يعني كذا يعني يرفعن الغلم فوق شوي يعني يغصنه. طيب يعني يقصون الحواجب؟ ايه يغصون يا شيخ، ويعني يسوون يعني يسوون لون الحواد وكذا شيء في الخط الغلب فوق يعني يغير المكان يعني. طيب هل توجهني يعني شيخ نصيحة؟ طيب السؤال الثالث سمحت. نعم أقول شيخ، أنا حجيت هذا العام وشيخ يعني طفنا يعني على البيت شيخ من غير طهارة، والسؤال ويعني شيخ وأنا يعني ما ناوي أطوف يعني شيخ أصبت يعني مثلت شيخ قلت يعني الوالد يعني مطهر وكذا وعيا ويا بولا من فوق طوفون على بيت شيخ وانا مطهرة، وانا على الان متمتع على سعي الحج وما سعي سعي الحج، قلت الوالدة بسعي الحج قال لا الحين كنا نطوف ما خلانا نسعى يا شيخ. يعني يا ام صالح تقولين في الحج يوم رحتوا للطواف كنت غير طاهرة؟ ايه. والوالد رفض انك تتطهرين، قال لا امشي على الطواف. ايه ما خلونا يا شيخ، وانا يعني عصبت وزعلت وورطت علينا يا شيخ. طيب ورجعتم بعدين لبلدكم بعد الحج؟ ايه وشيخ بعد سعي الحج ما سعيت، انا مش متعه. طيب وبالنسبه للطواف كان طواف الافاضه ولا الوداع؟ ايه الافاضه الوداع. طيب الله يجزاكم خير. في امان الله. معنا الاخت جود او ام جود او عفوا الاخ عبد المجيد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي عدة أسئلة. تفضل عبد المجيد. السؤال أول يا شيخ، يا خروج الريب. عفوا. خروج الريب هل إني أتوضأ عشان للقي القرآن ولا؟ خروج الإيش؟ الريح. نعم، متى في الصلاة أو غير الصلاة أو متى؟ لا إذا خرج الريح هل إني أتوضأ القرآن ولا؟ تقصد هل ينقض الطهارة الوضوء؟ أيه. نعم، خروج الريح، بسم الله، خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إن هو أحدث بوضوء. قال سئل أبو هريرة من حدث ذكر أن منه الريح. السؤال يجب أن أبشر يا شيخ أبشر. نعم سامع عبد المجيد. نعم إذا قلت القرآن، طيب إذا قرأت قرآن ومسست المصحف أو بدون مس؟ لا مس المصحف. لا تمس إلا طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن القرآن إلا طاهر. طيب يا شيخ قول لا مانع، يجوز؟ وشو يا عبد المجيد؟ قول بذمتك
قول ذمتك يجوز شيء؟ هل يجوز؟ لا مو بقسم في ذمة مو بقسم، هذا يعني معناه كأني ألزمك بإلزام، ليس بقسم ولا يجوز يكون قسم في ذمتك أو بأمانتك، ما يصلح هذا. طيب يا شيخ أنا واحد يكون داعية وش الأشياء؟ الواحد إذا إيش؟ يكون داعية. أيوة. وش الأشياء؟ الداعي إلى الله المسلم عنده علم بحقيقة ما يدعو إليه، إذا أراد يغير شر منكرا ويعمل معروف فليكن عالما بتحريم هذا المنكر ووجوب إزالته بأدلة من الكتاب والسنة، فيدعو على قدر استطاعته مخلصا لله في دعوته، ويدعو على قدر معرفته ولا يطيح نفسه بما لا يعلم. طيب يا شيخ حف إدارة السبب شغول. كيف عبد المجيد؟ الشنب الشنب إزالته. إزالة الشنب؟ نعم. طيب هذا سؤالك الأخير أو باقي فيه بعده؟ لا في معلش. طيب عطنا اللي بعده. طيب طيب يا شيخ في وقت معين للأذان في الصلوات. وقت معين لإيش؟ الصلوات يعني فترة بين الأذان والإقامة. والصوت واضح. صوتك يأتينا متقطع يا عبد المجيد، عفوا تعيد الصوت بـ 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 بوضوح لو سمحت. الصلاة أي. طيب نكتفي بما طرحته من أسئلة عبد المجيد، أعتذر إليك لأن الصوت غير واضح، وأتحول إلى أم عبد الله السعودية، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا مسجلة في شركة من أشرك فيه، ويقول يأخذون اسمي ويعطوني على اسم 1500، هل يجوز هذا؟ يعني يطلعون بعضهم يقول يطلع عامل، بعضهم يقول لا ما يطلع عامل، بس ياخذ الاسم وانت تبعين في البيت ما في شيء. ايه يعني يستفيدون من اسمها سماحة الشيخ. والله هذا خطأ، لأن هذا معناه أن هذا المواطن يبقى جاهلا لا يعلم شيئا، وتلك الشركات تقيم يعني تدريبها وعملها بغير بعيد غير سعودية، فالمقصود منها من الدولة على ما أزم السعودة فروا هؤلاء الشركات إلى أن يعطوا السعودية السعودي مبلغا من المال ويتوقيعوا بأنه عامل عندهم، ومو عامل عندهم، العمل عندهم لأناس خاصين مدرب يدربون تدريب خاص، أما المواطن فلا يبالون به. فما وضع هذا النظام إلا حث وشعد الهمم، ومواطن على يعمل ويغامر، أما أن يعطى مبلغ ويستفيد من الخبرة والتقنية غيره هذا كله خطأ، وهذا حقيقة غش. سؤال آخر ينبغي أيضا لوزر العمل أن تلاحظ الشيء، وأن تبحث عن عند كل شركة أين موظفوها، ما لها يعني أسماء الموظفين تسأل عنه أين وجودهم، أين أمايا أعمالهم، أما يذر رمض العيون عندنا سعوديون عندنا وما عنده أحد إلا أسماء فقط ما يصلح هذا. هذا مو صالحنا يا شيخ، إن ربات البيوت ما عندنا شهادات ونسجل فشوة لي، لكن ولا ينفع لا ينفع، ومفروض أن يتولى الشباب السعودي العمل وينظروا ويفكروا ويأخذوا خبرة من هذه الأعمال. شكرا. في أمان الله. أم عبد الله، أم صالح سألت عن الصفة الصحيحة للوضوء سمع الشيخ. الوضوء؟ نعم. الوضوء أولا يعني يعلم أن الوضوء فريضة لا وشرط من شروط صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة بلا طهور، فيبدأ بسم الله يغسل ثلاثا ثم يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاث مرات واليد اليمنى يمرق ثلاث مرات واليسرى مثلها ويمسح رأسه واحدة ويغسل كل من رجليه الكعبة ثلاث مرات، هذا هو الوضوء الكامل يتوضأه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول عقب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله تفتح وجهه الثمانية يدخل من أي أشياء. جزاكم الله خير سمع الشيخ. سألت ثانيا تقول يعني بعض النساء يقمن بقص الحواجب وحان رفعها للأعلى رفعا وتغييرها عن مكانها ليبدين بصورة أفضل، ما يصلح ما يصلح. تقول حجت هذا العام وطافت دون طهارة ورفض والدها أن تتطهر قبل الطواف ودخلوا في إشكال وخرجوا بعد ذلك دون أن تطوف على طهارة ودون أن تسعى لها. أي طواف؟ قالت أنهم أرادوا أن يطوفوا الإفاضة والوداع معا.
إذا ترجع وتؤدي طواف تحرم بعمرة وتؤدي العمرة ثم تطوف يسعى الحج وتذبح كبشا بمكة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، انتهت أسئلتها. ونأخذ اتصال أبو الزبير من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بكل خير. حياك الله. فضيلة الشيخ من فضلك عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة لأذكار النوم، هل تقال عند النوم في النهار أم هي مكفوفة بالليل فقط؟ الغالب يا أخي أن الأذكار هذه عند النوم في فراش النوم الليل، النوم المستغرق، وهي تابعة للحسن، لكن الغالب أن عند النبي أنه كان يتلوها عند في نوم الليل. طيب أحسن الله عليك. سؤال الثاني يا شيخ عبد العزيز، عندما أرى شخص ما يسب الله عز وجل والعياذ بالله أو يسب دين الله الإسلام، فما الواجب عليه كمسلم؟ هل أنكر عليه فقط أم الأمر يفوت ذلك يعني من ضربه أو إلى غير ذلك؟ فأريد الواجب عليه كمسلم. طيب بارك الله، شكرا أبو الزبير، شكرا في أمان الله. سأل يقول إذا رأى شخص والعياذ بالله يتجرأ على سب الله أو سب الإسلام، يقول هل أنكر عليه فقط أم أن الأمر يتعدى ذلك إلى ضربه أو غير ذلك؟ أولا نصيحته ودعوته وإن كان بشدة سبيل حق له، وأن هذا ضلال كفر، وأن من الله وأن من حقيقة الإيمان محبة الله ورسوله، وأن سب الله سب رسوله ضلال وخروج عن المنهج المستقيم، وأن يخشى على هذا الساب الذي سب الله يخشى أن يلقى الله كافرا، لأن من سب الله ورسوله دل على فقدان من قلبه، دل على أنه ليس مؤمن إذا كان لا أحب الله ورسوله، فالواجب إنكار عليه وتعليمه. أما على القوة مع هذا الجهة الخاصة يرفع المسؤولية ليقيموا حد الله عليه، أنت عليك التوضيع والبيان والإرشاد ومناقشته ومحاورته لعل الله أن ينقذهم ما هو فيه، وأما العقوبات فدعاء المسؤول المختصين بها. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال الأخ أبو أحمد يقول إذا اتفق المتعاقدان على وضع شرط جزائي على من يتسبب في تأخير المشروع المتفق على تنفيذه، فهل يحق للطرف الأول أن يأخذ من الطرف الثاني أو العكس مبلغا ماليا عن كل يوم يتأخر فيه؟ صفتها من جواز الشرط الجزائي، وأن من ضرورة العمل، لأنك المؤسسات تباطع العمل، فإذا قيل عليكم 1000 ريال عن كل يوم أو مبلغ كذا أدوا نفذ عمل، حتى أدوا الحكومة حتى المنظمة الحكومية في الشرط الجزائي على الشركات المتأخرة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو يوسف من إذا كان التأخير نتيجة إهمال، أما إذا كان التأخير نتيجة قلة عمالة أو عدم توفر المواد هذا قد يكون عذر، لكن إذا كان التأخير نتيجة فقط الكسل استغلال المبالغ وأخذ الربح عليها مع تضييع العمل فهذا النشاط الجزائي رادع لهم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف الأخ أبو رفيدة من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. حبك الله. عندي سؤال واحد فقط. تفضل. ما هي النصيحة التي توجهونها للقائمين عن المسجد الحرام والمسجد النبوي فيما يخص الأموال التي تبذل في زخرفة الحرمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زخرفتم مساجدا وحليتم مصاحبكم استمروا عليكم، جزاكم الله خيرا. يا أخي الحرمان الشريفان لم يكن زخرفة أبدا، في متانة البناء، قوة البناء، حسن الإضاءة، التنظيم المعماري، ما في زخرفة هو أبدا. أنت كلامك يأتيك في غير محله. الحرمان بناؤهم كما يشاهد الناس بناء متين وتنظيم جيد لكنها خالية من الزخارف، وثم بقوة البناء ومتانته وحسن إخراجه، لا في المدينة ولا في الحرم المكي ولا المدني، ما هنا الزخارف، أنا أقول المتانة في البناء والقوة فقط. جزاكم الله خير. شيخ أبو يوسف من ليبيا يقول إذا كان تارك الصلاة كافرا فكيف يؤمر بإخراج الزكاة الفائتة في حال عاد إلى الإسلام؟ المرتد عن الإسلام
يعني أعماله باقية ما تحبط إلا بالموت على الكفر، لأن الله قال بيّن جل وعلا في هذا يعني إنهم يموتوا كافر فأولئك حبطت أعمال الدنيا والآخرة. فإذا تاب من ذنبه أمر بالزكاة يخرجها ويحج إن لم يكن حج. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز أن يضحي المسلم أو يعق بالخيل، وكم تكون السن المعتبرة؟ الأضحية والعقيقة والهدي بمنى كله من بين العام، لأن الله قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فبهيمة بإجماع المسلمين أنها الإبل والبقر والغنم، وأن الخيل ليست من بهيمة الأنعام، هي نوع آخر، إنما بينما إذا أطلقت يراد بها الإبل والبقر والغنم. طيب، ويسأل كذلك عن حكم أكل الضبع سماحة الشيخ. الضبع جاهز لأنه صيد. جزاكم الله خير. الأخت أم محمد السعودية، تفضلي. لكن لا يضحى الضبع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. أنت يا فضيلة الشيخ، أنا عندي ساعة في جدار الزن. أنا شفت عندي في جدار الزن وأردت معهم، ولا الصيام مثل اللي عليها دبا يصوم الثلاثة الزيت أو صوم سبعة الزيت بودغة أو يوم عرفة، هو يجوز أن يصومها يسمي الثلاثة الزيت بودغة أرسمت ثلاثة الحالة. أي طيب، وسلامة مساء. سلمك الله محمد، في أمان الله. تسأل سماحة الشيخ، تقول عندها ساعة في الجدار، وهذه الساعة إذا حل وقت الأذان تخرج صوت الأذان وتردد معه. عرفتم سؤالها شيخ؟ مقصد تردد مع ساعة الجدار، ترد هي ولا الساعة؟ هي تردد مع الصوت. إذا سمعتم الحديث، إذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذنا فقل مثل ما يقول. وإن كان صوت غير صوت مباشر سمع الشيخ، وإن كان يدخل العموم، لا شك أن المباشر أكمل، لكن العموم يدخل في العموم. جزاكم الله خير. تقول تريد الصيام البيض وعليها قضاء، فهل تصومها مع بعض أو تقضي؟ لا تقضي، أول تبتم بالقضاء، القضاء أهم وآكد. جزاكم الله خير. سمع الشيخ معنا أيمن ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك وبركاته. حياك الله وعلم الشيخ عبد العزيز، جزاك الله كل خير. حياك الله. كيف حالك اليوم الشيخ عبد العزيز؟ الحمد لله بخير وعافية. كيف حول أولادك؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك أيمن، تفضل. الله حي. حياك الله يا خان عبد الرحمن. ولا أنت يا خان عبد الرحمن. أهلا أهلا، بارك الله فيك. أنا كمخرج البرامج جزاك الله خير، وجميع زملائي جزاهم الله كل خير. شكرا لك عزيزي، تفضل. بارك الله فيك. بالله عليك، السؤال الأول يا خان عبد الرحمن، عندي صديقان يا خان عبد الرحمن، وصديقي هذا زعل من صديقي الآخر، كان يشتغل في محل ذهب صديقي، وعندما يأتي الزبون إلى المحل يسأل عن الجرام الذهب يا خان عبد الرحمن، يقول له صاحب المحل، يسأل الزبون عن الجرام، يقول صاحب المحل: جرام ب 68. وعندما يقول له بالله عليك يشتري، عندما يشتري الزبون ذهب ليس يضرب عن 68 صاحب المحل يا خان عبد الرحمن، يضرب عن 75 على 70، وهذا فيه حرام. ونصحه صديق الآخر وبلغ عنه وزعل هذا الصديق، لأنه قال حرام، إنه ما لزقوه، عندما أحس بالكلام اللي سمعته عليه يا خان عبد الرحمن. واضح سؤال يا خان عبد الرحمن؟ يعني تسأل عن شكوى الصديق لصديقه. نعم صحيح، صديقي الأول هذاك يا خان عبد الرحمن، طيب، يضرب في جرام ليس على 60 بدون علم الزبون، يضرب على 70 بدون علم الزبون، وصديقي هذا صاحب المحل يقول 60 اليوم يضرب على 80. شوف يا أيمن، أيمن بغض النظر عن العملية وتفاصيلها، هو أن الرجل غش في البيع، فصديقه الآخر بلغ عنه لدى الجهة المختصة.
نعم نعم صحيح، بلغ عنه صديق صاحب المحل الأصلي وانصحه في بداية الأمر نصحه، لكن صديقي الآخر الذي لم يأخذ النصيحة زعل كثيرا، وصديقي الآخر حسب أنه لم يظلمه يا أخي أحمد، إنه قال لي عندما سامي قال لي ذلك أني ظلمته، لكن قلت له سأسألك الشيخ عبد العزيز على الشيخ بإذن الله. طيب وتسمع لي الجواب إن شاء الله. طيب السؤال يا أخي عبد الرحمن إن شاء الله واضح إن شاء الله. لا يا عليك يا أخي عبد الرحمن، بالله عليك بالله عليك لا تنسانا في ولي أمر صالح يحكم فينا شرع الله وسنة النبي عليه السلام، وجزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لديه صديقان سماحة الشيخ يعملان في محل الذهب، أحدهما يعني أجرى عملية محرمة فبلغ عنه الآخر واختصم الآن، وكل هذا يعتقد أنه ظالم وهذا يقول لا أنا ما ظلمتك. رأيكم سماحة الشيخ؟ يقول إن عنده صديقين يعملان في محل ذهب، أحدهم أجرى عملية محرمة كما يقول هو، الآخر نصحه وقال لا تعمل بهذا الحرام، عندما استمر في فعله هذا ذهب وشكى إلى الجهة المعنية. هذاك الآن زعلان يقول أنت ظلمتني وكذا، وهذا يقول له ما ظلمتك وبدأ فيه. والله إذا كان في الواقع ما ذكر أنه عمل عملا تجاريا غير مخالف الشرع وعن نصح ولم يقبل النصح ورفع الجمهور فلا فلا شيء عليه. جزاكم الله خير. طلب دعوة صالحة بولاية صالحة عندهم في البلد سماحة الشيخ. نسأل الله أن يختل لهم في خير. اللهم آمين. جزاكم الله خير. نورة السعودية تفضلي. تفضلي أخت نورة. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. نعم. يا شيخ الله يجزاك خير ويجزاك الجنة يا رب. عندي سؤال. نعم. أنا في بيت إيجار، وقبل نهاية العقد رفع صاحب البيت الإيجار واتفقنا على ذلك لمدة 3 سنوات من بداية هالسنة 1434، وقبل بداية العقد الجديد تم بيع البيت، والآن المشتري الجديد طلب برفع الإيجار، هل له حق بذلك علما بأن البائع والمشتري لم يتطرقون بعقد إيجاره؟ أيضا هل البيع يبطل عقد الإيجار السابق؟ طيب ماشي، خليك معنا نورة لو سمحت. ها إن شاء الله. سمعتم سؤالها سماحة الشيخ. إذا سؤال الأخت نورة سماحة الشيخ استمعتم إليه، وإذا أذنتم لي معنا اتصال ولا معنا فاصل؟ طيب إذا سماحة الشيخ تأذنون لي أطرح عليكم سؤال الأخت نورة. أولا تبقونا على الهاتف إذا سمحتم. تقول أنه كانوا في بيت أو لا زالوا يسكنون في بيت بالإيجار، اتفقوا مع صاحب الملك أو صاحب البيت أن على مبلغ معين لمدة 3 سنوات. طيب. قبل أن يبدأ موعد العقد الجديد بيع البيت لرجل آخر، المالك الجديد طلب أن يرفع العقد أو يرفع الإيجار، هل هذه البيعة التي حصلت تجيز لهم فسخ العقد السابق؟ لا، الأصل العقد الإيجار ثابت، أبرمه المالك العقد ثابت وينتقل إلى الثاني، لأن العقد مبرم، مبرم عقد صحيح من مالك التصرف، فإذا أبرم بعد سنوات ثم باعه البيع ماضي ويجعل حاله إلا يتنازل عن المستأجر، ولا يحق للمالك الجديد. لما يمنع، لأن هذا الانتفاع والانتفاع يعني الانتفاع موجود والعقد صحيح ولا شيء فيه. واضح لك يا نورة؟ يعني العقد صحيح، طب له حق أن يرفع الإيجار؟ يقول لك الشيخ لا ولا شيء. إيش يسوي؟ يرفع الإيجار المالك الجديد. لا ما يرفع. يعني أنا. لا العقد. العقد مع الأول. يمضي كما هو العقد مع الأول، يمضي كما هو، والأجرة يستلمها الثاني. كيف الأجرة؟ من أيوة، من نصيب ما بعد البيع، من نصيب الثاني ما بعد البيع. بس يا نورة صار اتفاق فقط أو عقد؟ نعم. طب يعني المشتري الآن هل له حق أنه يرفع إلى الإيجار عليه؟ لا، وقال لك الشيخ لا، لكن الآن هل كان اتفاق فقط أو عقد مكتوب؟ لا، كان عقد مكتوب. اي طيب. إذن كما قال لك سماحة الشيخ يعني ليس له حق والبيع صحيح. نصيح. جزاكم الله خير، ما قصرتوا. وإياك يا أخت نورة.
على الجوال سماحة الشيخ إحدى الأخوات من تونس تقول سامحوني سماحة الشيخ والمقدم سامحوني أني أخطأت في حقكم، أرسلت لكم رسائل وما جاوبتوني فقلت سوف أحاسبكم أمام الله. ما رأيكم يا شيخ؟ سامح لا ولا لا يا شيخ؟ عفى الله عنها ولا علنا عذر في ذلك، عفى الله عنها. أي نعم بالتأكيد أن عذرنا في ذلك يا أختي الكريمة من تونس وجميع الأخوات والإخوة، أن عدد الرسائل كبير جدا ولا يمكن أن نأتي على كل الرسائل المرسلة، حسبنا أن نأتي على بعض الرسائل فضلا عن الاتصالات الواردة إلينا كثيرا، فسامحونا واعذرونا وأرجو أن لا نضطر إلى الحساب أمامكم ونحن ظالمون لكم يوم القيامة. نحن إن شاء الله نسعى بالخير جهدنا، وما كان منا من تقصير أو عدم استكمال بما طلب فلا شك أن هذا لأجل الوقت، ولكن لا نقصد به شيئا ولا تغلب عن أحد ولا يعني إقصاء لهذا تغلب عن هذا. جزاكم الله خير. سمح الشيخ على الجوال كذلك يقول السائل: المأموم في الصلاة الجهرية هل يقرأ الفاتحة أم يكتفي بقراءة الإمام، وخاصة إذا دخل في الصلاة بعد قراءة الإمام للفاتحة؟ والله من العلماء من يقول إن قراءة الفاتحة تجب على جميع المصلين إمامهم مأمومهم المنفرد، أما المنفرد الإمام هذا أمر مسلم به، نبقى في المأموم، أما الإمام والمنفرد لا شك فيها بوجوبها، لكن نبقى في حق المأموم. المأموم يرى بعض العلماء أن له أن يقرأ الفاتحة ويغتنم سكتات الإمام، وإن قرأ والإمام يقرأ فلا شيء عليه، لأنه يقول أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقسم العلماء يقولون استماعه لقراءة إمام أولى، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلهم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الصلاة. فالأولى أن نقول إن قرأ المأموم فلو ذلك، وإن ترك لا شيء عليه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت أم يحيى من اليمن تقول: هل بين الرجل وزوجته عورة إذا غسلها بعد موتها؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساؤه. فالزوج لا يغسل امرأته، وإذا كذا يقول بعد الموت. الأحناف رحمهم الله يقولون: إذا مات الزوج انقطعت العلاقة فلا يجب التغسيل، ولكن استبق له بذلك، وهو أن عائشة تمنت أن تكون هي وأخواتها ضراتها هم اللواتي غسل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: لو استقبلنا من استدبرنا ما غسل رسول الله إلا نساءه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الصيغة الصحيحة لبيع السلم؟ السلم الصيغة الصحيحة أن يسلم في شيء مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، يعني يتصوره تصورا كاملا يسلم فيه، بمعنى يقدم الثمن ويؤخر الثمن، فيسلم في ذمته مثلا كيلوات من الأرز أو طعمية أو أشياء مذروعة أو أشياء يعني موزونة، ويضبطها بأوصافها الكاملة ويقدم الثمن وينتظر السلعة إلى أي وقتها. المتفق عليه بينهما. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. السائلة تقول: ما حكم إخفاء الحواجب بواسطة كريمات بحيث إذا غسلت بالماء زالت؟ والله ما يصلح. تقول: عفوا سمحت الشيخ، بعد وضعها وإذا غسلت بالماء زالت، وبعد وضعها عليها نقوم برسم الحاجب بقلم كحل على الشكل المطلوب. والله هذا يا إخواني بيتعدي خلف الله ما يصلح، تركوا هذا عندي أحسن. جزاكم الله خير سمحت الشيخ. على الجوال كذلك تقول سائلة: زوجي عقيم وقد رضيت بحكم الله وأمي نصحتني بتركه، ولكنني لم أستطع وذلك لحسن خلقه، فهل علي شيء وما نصيحتكم لي جزاكم الله خير؟ والله الحق لك، ما دمت راضية وأخلاق وزخلك عالية سلاك به عنك الحمد لله ما في شيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عبد الله. عندي سؤالين يا شيخ. الأول: هل الاغتسال النظافة يكفي عن الوضوء؟ كيف؟ إذا نويت الاغتسال بوضوء
للنظافة. إذا نويت للنظافة لا يكفي عن الوضوء. إنما يكفي لما يكفي. إنما يكفي لو نويت غسلا مسك الجمعة أو غسلا كالجنابة. نعم. أما الغسل التبردي فلا يدخل في ذلك. يعني لازم وضوء. ما يصلح. السؤال الثاني الحديث الذي يقول ولا تناقشوا. إيش التناقش هذا؟ أي يزيد يقول العلماء النجش أي يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لينفع ليضر البائع أو ينفع البائع ويضر المشتري. فلو سلعة سيمت مثل سيارة قيل أن إن بأربعين ألف وجاء شخص وأراد أن ينفع البائع قال أشتري بخمسة وأربعين ألف وظن المشتري أن هذه قيمتها فاشتراها فهذا نجش حرام على من الناجش. سؤال آخر يا أبو عبد الله. شكرا لك. أم سلطان السعودية تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. السلام يا شيخ. الله يعطيك العافية. أنا ودي أصوم على أيام البيض وتعبان ما أقدر ما أقدر يعني أصومهم تتابع ما يعني في شيء أقدر يعني أقدر أوزعهم ما يخالف لو فرقت على أيام البيض. لو فرقت أيام البيض كل ذو شهر يوم ما في شيء. الكمال أن تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولو فرق ما في شيء. يا شيخ عيالي مقصرين في الصلاة يا شيخ أبيك تجعيل وش نصح أبيك تجعيل. الله يصح قلوبهم. الله يصح قلوبهم. أصلح الله قلوبهم وأكمل بها طاعته. الله يعطيك العافية ويطول عمرك يا شيخ. في أمان الله أختي الكريمة. على مين من تونس؟ خالد تفضل يا خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل خالد. حبك في الله يا شيخ. حبك الله. حبك الله يا أبي. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. نحن في تونس وعندنا فتنة. نعم. فتنة يا شيخ فتنة تجريح العلماء. طيب وإذا خطبتهم سؤالين يا شيخ. تفضل. وإذا جيت خطبهم طلبت العلم هؤلاء فخطبهم يقولون قال فيه الشيخ يعني الشيخ ربيع حسب الله كذا أو قال فيه الشيخ فلان كذا يعني ويسبون ويشتمون ويقولون إذا من لم تبدع فلانا فأنت مبتدع. طيب هذا السؤال الأول. طيب. والسؤال الثاني يا شيخ هل يعتبر الخروج على الحاكم يعني ولو كان بعض المشايخ يقولون أنه موجود في الدساتير إذن فهو يعني لا يعتبر خروجا على الحاكم يعني المسلم الجائر طبعا يعني ليس بالسيف ولكن حتى بالمظاهرات يقولون ليس خروجا لأنه وجد في دساتيرهم و يعني قوانينهم فهل هذا جائز وحفظكم الله ونرجو منكم الدعاء يا شيخ. حفظك الله يا عزيزي. أدعو لنا يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك خالد. المشكلة تتصدر يبدو لي سمعت شيخ من بلد إلى آخر وهي مما يؤسف حقيقة أن تكون في المجتمعات المسلمة لو هي ما يحصل بين طلبة العلم والدعاة أحيانا فبين الاتهام بالتحيز لطائفة أو لجهة أو جميع تقوى الله. إذا رأيت في كلام أخي شيخ الشرع ناقشه فيه وأستبين رأيه فيه فلعله له تأويل وله وجهة نظر خفيت علينا أو لعل الناقل عن أساء النقل وأساء النقل عنه وهذه تأتي أحيانا من أساء النقل سوء فهم الناقل وعدم النقل الصحيح وعدم فهم أمر المتكلم فيحصل نزاع ولا ينبغي أن نكون عند مواقف متنحازة هذا ضد هذا هذه حالة غير مرضية. الواجب التآلف بيننا والتناصح والاتصال بمن قال قول ومناقشة بهدوء وسكينة للوصول إلى الغاية. أما تكفير هذا والتحيز لهذا وهذا هذه كلها أخطاء وكلها دليل على عدم الوعي. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ نزار من العراق. تفضل يا نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك وكيف حالك الصراحة في الوالد العزيز؟ بخير ونعمة وعافية من الله، أسأل الله لي ولك التوفيق. شيخي لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فلماذا الله سبحانه وتعالى جعل القرض بثمانية عشر؟ الحديث في الطبراني في المعجم الكبير وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. السؤال الثاني شيخي، إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي صدقت غضبي، رواه إمام البخاري. شيخ الفاضل لم أفهم، أليس الله يكتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ ما معنى كتب فوق عنده؟ السؤال الثالث شيخي، عندنا في العراق ولي الأمر مذهبه مخالف لأهل السنة والجماعة، فكيف يقذف الأئمة المساجد والعلماء في النوازل لأننا دولة علمانية ويجب أن يكون هناك أمر صريح من ولي الأمر ليقذف أئمة المساجد في الصلاة؟ وشكرا شيخ الفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفت السؤال الأول شيخ؟ لا. طيب معنا سعيد من الجزائر، تفضل يا سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ؟ نحمد الله ونعمة عليه. شيخ لدي سؤالان، بارك الله فيكم. تفضل. السؤال الأول يا شيخ، هناك ما يسمى بالقسم، القسم الوظيفي، وتكون هيئته بهذه الصيغة: أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أماناتي بكون راعي. هو قسم بالله أن يؤدي أعماله بكل أمانة، فما حكم هذا القسم؟ وما أثره على الراتب المحصل إذا كان فيه نكس في هذا القسم في بعض الأحيان؟ واضح يا شيخ؟ واضح واضح. السؤال الثاني، أخ يريد أن تبين له كيفية التخلص من مال حرام دخل على مال حلال، ونسبة هذا المال الحرام قليلة بالنسبة للمال الحرام، وهو لا يعلم أن هذا المال الحرام دخل على ماله. بارك الله فيكم. واضح يا أخ عبد الرحمن؟ نعم. بارك الله فيك. واضح، بارك الله فيك، شكرا لك يا عزيزي. طيب بالنسبة لسؤال نزار الأول، الحقيقة أني ما سمعته جيدا، بينما ذكر في سؤال الثاني سمح الشيخ قال إن جاء في الحديث إن الله لما خلق الخلق كتب فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فيعني يريد تفسير لهذا سمح الشيخ. يعني هو يقول إن الأصل إن كل شيء في أم الكتاب، فلماذا هذا كتاب؟ هذا لنا في كون في أم الكتاب، وأن الله كتب هذا الكتاب خاصة لعظم هذا الشأن أن رحمتي سبقت غضبي، هذا مأخوذ من أم الكتاب وضعه عنده فوق العرش لكمال فضله وإحسانه وإعلان العبادة أن الرحمة قد غضبه، وأن الفضل أحب من أن الفضل والعطاء أحب من القطيعة، وأن العفو أحب من الانتقام، سبقت رحمة غضبه. فهذا لا ينافي أن يكون في الكتاب، إنما هذا إظهار لعظم هذا الشأن. السؤال الأول. جزاكم الله خير. إذا تأذنون لي سمح الشيخ، معنا متصل من الجزائر، نأخذه بعدين أطرح السؤال الشيخ. نعم. الأخ عبد الرحمن الجزائري تفضل. والسلام عليكم. وعليكم السلام. وحياكم الله الأخ عبد الرحمن. الله يحييك عبد الرحمن. وحياكم الله سماحة المفتي. حياكم الله. يا شيخ أريد أن أعرف أين يقع جبل صدير المذكور في حديث الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين، ولو كان مثل جبل صبير، أين يقع هذا الجبل جزاك الله خيرا؟ والأمر الثاني، والدي توفي رحمه الله، ألتمس منكم أن تدعو الله له أن يدخله الجنة ويعصمه من النار. جزاك الله خيرا. نبدأ به شيخ بسؤال عبد الرحمن، وجبل ثبير أين يقع؟ ثبير بعرفة يقع.
نعم جزاكم الله. كان العرب يقولون أشرق كبير وكيف نغيب، فلا ينصف عرفة إلا بعد ارتفاع الشمس قدر العمل من رجاع بالجبل. نعم جزاكم الله خير. الأخ نزار كذلك يعني يسأل سؤال، في حال كان ولي الأمر إما كافرا أو على مذهب مخالف لغالبية أهل البلد أو غير ذلك، مما يعطل أحيانا أو ربما يعطل كثير من إقامة الشعائر في البلد ومن بينها القنوت، فكيف يأمر بقنوت وهو أصلا يعني ربما لا يؤمن بهذا الفعل، فكيف يتصرفون؟ ما يلزم هذا، على الناس الحرص على جمع الكلمة وقطع ذلك الفساد، لأن المشكلة الخروج يؤدي إلى سفك الدماء وحصول الفتن التي لا أول ولا آخر لها، فالناس يصبرون على الأمور ويحاولون الإقلال من هذه الفتن، لأن الخروج على الأئمة من لازمه سفك دماء بريء وإفساد في الأرض وشر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خير. سمع الشيخ على الجوال السؤال قبل شو سأله؟ ما عرفته تماما سمعت الشيخ أنه يقول دخل الرجل الجنة فرأى مكتوبا على الجنة، يقول أنه فعل فقر. أي نعم، ومعناه أن القرض بعض يقول أفضل الصدقة، لأن القرض يعني إسعاف وتنفيس للكروبات ولا فيه منه، فيقول بعضهم إن القرض بما إن القرض مرتين بما يروى أنه بما صدقة، لأن القرض ما يقترض إلا محتاج، بخلاف من يسأل فقد يسأل المحتاج غير محتاج، لكن المقترض الذي يقترض الغالب أنه محتاج، فلهذا إسعاف وإقراض إقراض المحتاج فضله عظيم. جزاكم الله خير. على الجوال أبو ريماس يقول أعمل بشركة والشركة تجعلني أوقع وأغادر دون أن أعمل، فهل يجوز الراتب؟ ما يصلح هذا، كل هذا كما سبق إنها إبعاد للمواطن عن الاستفادة من العمل من خبرة العمل. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. تقول إحدى المعلمات عندي طالبة في التحفيظ مصابة بالسحر وتتعب أثناء القراءة وتخطئ بكثرة فقط أثناء التسميع مع أنها تكون حافظة، فهل لي أن أخصم من درجاتها وأنا أعرف أنها إنما تتعب بسبب السحر؟ راعي ظروفها ولعل الله يعافيها من هذا الذنب. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخت الكريمة تقول هل يجوز أن أخذ مكافأة حافز مع العلم أن زوجي رافض أن أتوظف إذا وجدوا لي وظيفة؟ يقول يعني أنت خذي حافز الحين لكن لو حصلت وظيفة ما أنت ورايحة. طيب ما أدري، كان نظام حافز يلزم الآخذ الوظيفة إذا وجد، فيطبق النظام وإن كان متسامحين لا مانع. نرجع إلى الأصل، هل الحافز هذا وضع لأجل الحث على العمل وأن من لم يعمل فلا حق له، من لم يعمل حق له؟ هذا يرجع إلى النظام هذا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات. انتهت دقائق هذه الحلقة، نرجو أن يوفقنا الله للقائكم في حلقة أخرى قادمة بإذنه تعالى، ونشكر لكم مشاهدي الكرام طيب متابعتكم، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى في أسبوع وجمعة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.